السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتي العزيزات طالبات الصف الثاني. درسنا لهذا اليوم هو السنتيمترات والأمتار، سنأخذ الجزء الأول وهو ثالث درس من الوحدة 11 صفحة 300 و 303. الهدف من الدرس هو تقدير قياس الأشياء وقياس الطول والارتفاع إلى أقرب سنتيمتر أو أقرب متر باستعمال مسطرة أو عصا مترية أو شريط متري. تعلمنا في الدرس السابق كيف نقيس أطوال بعض الأشياء بالمسطرة، واليوم سنتعرف على أدوات أخرى يمكن أن تساعدنا على قياس أطوال أشياء كثيرة موجودة من حولنا. في البداية يجب أن نحدد ما هي الأداة المناسبة لقياس طول أو ارتفاع الشيء. تعرفنا سابقا على المسطرة، قلنا أن المسطرة تحتوي على أجزاء متساوية، الجزء الواحد يسمى سنتيمتر. ما الأشياء التي يمكن أن التي قمنا بقياسها بالمسطرة؟ هي بعض الأشياء القصيرة أو الصغيرة، مثلا الزر، الممحاة، القلم، ممكن البراية وهكذا. من الأدوات الأخرى التي نستخدمها في القياس التي سنتعرف عليها اليوم هي العصا المترية. هي عبارة عن أداة، عن عصا عليها تدريجات تشبه تدريجات المسطرة. تبدأ كل من الصفر وتنتهي بالمئة سنتيمتر، أي فيها وحدات تسمى السنتيمترات كالمسطرة. المسطرة تكون قصيرة عادة، تبدأ من الصفر تنتهي 15 أو 20 أو 30 سنتيمتر. أما العصا المترية تشبه المسطرة لكنها تبدأ من الصفر وتنتهي بالمئة سنتيمتر. المئة سنتيمتر كم تساوي؟ المئة سنتيمتر تساوي 1 متر. إذن كل 100 سنتيمتر سأسميها 1 متر. سنتعرف على بعض الرموز. السي ام، ما هو السي ام؟ السي ام هو رمز السنتيمتر. بدل ان اكتب 1 سنتيمتر ساكتب 1 سي ام. اما المتر، الواحد متر هو 1 ام، اي هذه الرموز الام يمثل المتر والسي ام يمثل السنتيمتر، وهي اختصارات او رموز باللغة الانجليزية. نتعرف على الأداة الثالثة التي تستخدم في القياس وهي الشريط المتري. هو عبارة عن شريط طويل فيه تدريجات، كل جزء صغير يسمى 1 سنتيمتر. الشريط المتري هو طويل، يمكن أن يحتوي على أكثر من 1 متر، يمكن أن يصل طوله إلى 2 متر أو 3 متر. فهو يختلف عن العصا المترية. العصا المترية فيها متر واحد، أي 100 سنتيمتر. أما الشريط المتري فيه عدد أكثر من الأمتار. هذا الزر الصغير. ما هي الأداة المناسبة لقياسه التي أحتاجها لكي أقيس طوله؟ هل تكفي المسطرة أم أحتاج إلى عصا مترية أو شريط متري؟ تكفي أكيد المسطرة لأن الزر هو صغير. كما قلنا في السابق كيف نستخدم المسطرة في القياس، وضعنا طرف الشيء أو طرف الزر بمحاذاة الصفر، ننظر إلى الطرف الآخر نرى أنه ينتهي عند الرقم 1. إذن طول الزر هو 1 سنتيمتر. هذه الطاولة كم طولها
تقريبا. هل يمكن أن أستخدم المسطرة؟ المسطرة قصيرة بالنسبة إلى طول الطاولة. يمكن أن نستخدم العصا المترية، أو تتذكرون في الحصة السابقة قمنا باستخدام ارتفاع المظلة. المظلة تقريبا كان طولها 1 متر، أي يجب أن نتذكر تقريبا طول هذه المنضدة هو 1 متر تقريبا. أيضا يمكن أن تكون أكبر، يمكن أن نستخدم الشريط المتري، قد يكون طولها أكثر من 1 متر، يمكن أن نستخدم الشريط المتري في قياس طولها. فالأداتان هي مناسبتان لقياس طول الطاولة، يمكن أن نستخدم العصا المترية ويمكن أن نستخدم الشريط المتري. السؤال رقم 1 و2 و3 و4، سوف نصل الشيء بالتقدير المنطقي لطوله. عرض المشبك، المشبك هو صغير، أي عرضه سيكون تقريبا 1 سنتيمتر. سأصل المشبك بالواحد سنتيمتر. أرى هنا بقي لدي شاحنة كبيرة ومنضدة وقلم. كم يكون هذا القلم أو الألوان تقريبا؟ هو أطول من المشبك يعني عدة مرات، أكيد سوف يكون قياسه بالسنتيمتر. يمكن أن أقيسه بالمسطرة. ما هو التقدير المناسب له؟ هل 10 سنتيمتر مناسبة أو 1 متر؟ هل يمكن أن يكون طول القلم بطول العصا المترية 1 متر أم 10 متر؟ أكيد 10 سنتيمتر هي تقدير مناسب له. أتي هنا إلى الطاولة، كم طولها تقريبا؟ قلنا قبل قليل قد يكون 1 متر هو تقدير مناسب لها، أو قد تكون أكبر قليلا من 1 متر، قد تصل إلى 2 متر أو 3، لكن هنا لدي 1 متر و10 متر. إذن 1 متر هو تقدير مناسب للطاولة. بقيت لدي هذه الشاحنة، نعرف أن الشاحنة هي طولها كبير، فالتقدير المناسب لها هو 10 متر. السؤال رقم 5، أقدر طول الممحات ثم أقيس. ممكن أن أقدر طول الممحات 4 سنتيمتر، أقيس طول الممحات بواسطة المسطرة. وضعت الممحات عند بدايتها أو طرف الممحات مع أو عند الطرف عند الصفر، عند الرقم 0 بدأت بوضع الممحات. أما الطرف الآخر أو نهاية الممحات هي نهايتها بين 6 و7، لكن هل أقول طولها 6 أم 7 سنتيمتر؟ أنظر إلى خط المنتصف، هل الممحات أطول أم أقصر من خط المنتصف؟ أقصر من خط المنتصف، إذن سوف أستعمل الرقم الأصغر، إذن طول الممحات هو 6 سنتيمتر. قمنا اليوم وتعرفنا على أدوات قياس الأشياء. المسطرة فيها أجزاء صغيرة، الجزء الواحد هو 1 سنتيمتر، وفيها أجزاء متساوية من السنتيمترات، يمكن أن نستخدمها في قياس أطوال أشياء قصيرة، بعض الشيء كالأزرار، المحايا، القلم. واستخدمنا العصا، تعرفنا على العصا المترية، يمكن أن نقوم بقياس بعض الأشياء الطويلة، بعض الشيء كالشباك والباب وهكذا. وتعرفنا على الأداة الثالثة وهي الشريط المتري، وقلنا أن الشريط المتري يحتوي على عدد من الأمتار، قد يصل طول الشريط المتري إلى 3 متر. ولا ننسى أن 1 متر يساوي 100 سنتيمتر.